ولكن وجود الخبرة مع القوة هم دول الأساس لنجاح أي دولة. بنت سيدنا شعيب قالت إيه؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. وسيدنا يوسف قال إني حفيظ عليم. يبقى لما تجتمع القوة والأمانة والحفظ والعلم يبقى كده الدولة نهضت، الدولة أصبح أو الحضارة نفسها نهضت. تخيل بقى لما يجتمع في شباب الأمة الإسلامية هذه الصفات وغيرها وغيرها وما تحدثنا عنه سابقا، هنبقى هنا حضارة ما فيش تاني، أمة ما فيش تاني، شعب ما فيش تاني، ما فيش، هنبقى أفضل الناس على وجه الأرض. مش الشباب اللي بيضيع نفسه ويضيع وقته على الفيس ويضيع نفسه وياخد فلان ده الأسطورة يقولك هو ده الأسطورة بتاعتي، والبنت تاخد واحدة ممثلة تقولك دي هي مثل الأعلى، ولا تاخد مطربة تقولك مثل الأعلى، ولا تاخد واحدة لابسة مشرشح ومقطع وتقولك هي دي الموضة أحلى موضة في الدنيا، وواحدة بتروح معرفش بتعمل البتاع شهرة شعرها ده عندي مين، تقولك أنا عايز أعرف المكان اللي بتروحيه ده فين عشان خاطر أعمل زيك، وماشيين عمي ورا البنات. الفتيات اللي ماشيه زي العاميه دي هي وماشيه مع الموضه وماشيه، والستات اللي خاربه بيوتها كل ما واحده تجيب حاجه تقول لجوزها وانا عاوزه زيها وانا كذا وانا كذا، وبياخدوا الناس دي قدوه. والشباب اللي بياخد للعيل اللي ملوش التافه اللي ملوش قيمه اللي ماسك لي سنجه وسكينه وبمطوه وماسك له وعامل لي بدقه، هو ده برضه اللي بتاخده قدوه ليك. خد قدوتك حد من الصحابه، خد قدوتك شباب الاسلام. ده سيدنا علي بن أبي طالب كان لسه غلام لم يتجاوز عمره، ما كانش كمل 20 سنة، وكان نايم في فراش المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما كانش كمل عمره 30 سنة، ورفع باب خيبر بإيد واحدة، الباب اللي لو اجتمع عليه 7 من الرجال لم يحركوه، مسك الباب بإيد واحدة وكان عامله درع في إيده بيدافع بيه. سيدنا علي بن ابي طالب في غزوة بدر قتل 18 مشرك، 18 واحد قتلهم سيدنا علي بن ابي طالب. فين انت من الشباب دوت؟ عبد الله بن مسعود اول من جهر بالقران، فين انت من سيدنا عبد الله بن مسعود لما يقف قدام الناس كلها ويتحدى كل قريش ويجي في الكعبة ويقعد يقرا القران ويسمحهم اللي بيكرهوه ويفضل يضربوا فيه ويتحمل الضرب؟ فين انت؟ ما ده كان شاب صغير ما كانش اتعدى 20 سنة. فين انت من زيد بن ثابت اللي سيدنا ابو بكر قال له عليك بجمع القرآن يا زيد لانك شاب لقن ذكي لا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله. تخيل بقى انك شاب، شباب القوة، قوة في الذكاء وفي الذاكرة وقوة في البدن، انت شاب يزيد. زيد بن ثابت قال له انت لسه شباب قوي تقدر تروح هنا وهنا 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 وتعمل كل حاجة، فانت شاب لا نتهمك، انت رجل معروف وسطينا وشاب كويس وناضج، شاب نشأ في عبادة الله، شاب طيب معروف، لا نتهمك، عاقل، عقلك رزين، كل حاجة بتعملها بعقل، كنت بتكتب الوحي لرسول الله، فأنت أولى واحد إنك تجمع القرآن. تخيل كل واحد بيقرأ حرف من القرآن بيروح ثوابه لسيدنا أبو بكر وسيدنا زيد ابن ثابت وسيدنا عمر بن الخطاب، لأن اللي أمر، لأن اللي اجتهد سيدنا عمر، واللي أمر بالجمع سيدنا أبو بكر، واللي جمع سيدنا زيد ابن ثابت. التلاتة دول كل حرف بيقرأ اليوم القيامة بيروح للتلاتة دول، وكله بيرجع للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى زيد بن ثابت النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا زيد تعلم لغة يهود فإني لا آمن مكرهم على كتاب الله. سيدنا زيد يقول ايه؟ لقد تعلمت لغة اليهود في 15 ليلة. تخيل بقى اتعلم اللغة العبرية اللي بيجروها اليهود دي ولا لغات اليهود في 15 يوم. تخيل بقى شاب، العلم، العلم يا اخوانا، عايزين الشباب المسلم يتعلم.
مش النهارده عاوز يبقى دكتور وعاوز يبقى عضو وعاوز يبقى استاذ دكتور وعاوز يبقى عالم فضاء وعاوز يبقى كذا يبقى كذا. انا عايز الشباب يبقى كده، عاوز الشباب يصب كل همه ان يبقى راجل فقيه ومتعلم دينه وعالم وعارف. مش عاوز الشاب النهارده يضيع معظم وقته مع ناس فاضيه، مع كلام فاضي، مع الفيس والوسائل التواصل الاجتماعي والكلام الفاضي ده كله، مضيع معظم وقته بطول ما هو قاعد ماسك البتاع ده في ايده ونازل ليه؟ وقت مفيد خده في الافاده. مفيش مشكله انك تشتغل على اي مركز من مراكز التواصل الاجتماعي، بس يكون في افاده ليك، ما يكونش كلام بتردده مع بعضيكوا كده مع كلام فاضي بين الشباب والفتيات. لا،